وشركة سوناتراك التابعة كذلك لوزارة الطاقة والمناجم يقضي هذا الاتفاق بتكفل شركة سوناتراك بتجهيز ما قوامه 50 قسم رقمي. هذه الأقسام الرقمية تأتي في إطار تجسيد مشروع المدرسة الرقمية الوارد في برنامج السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون والمدون في مخطط عمل الحكومة والموجود كذلك في مخطط عمل وزارة التربية الوطنية. بهذه المناسبة أشكر جزيل الشكر سيد وزير الطاقة والمناجم الذي كان له دور فاعل في هذه العملية وكذلك السيد المدير العام لسوناتراك وكل إطارات سوناتراك على هذه الالتفاتة الطيبة وهذه المرافقة المباركة للمدرسة الجزائرية لتكريس المشروع الواعد والهادف والهام جدا الذي ورد في برنامج الرئيس. وسنسعى جاهدين وسنعمل بدون هوادة إلى تعميم هذه المدارس الرقمية لينتقل أو تنتقل مدارسنا من مستوى الحالي إلى مستوى أحسن مستوى رقمي ونلتحق برقم الدول المتقدمة في هذا المجال. ستكون هناك عملية أخرى وسنراهن على كل الدعم الذي يأتي لهذا القطاع لتعميم هذا النوع من المدارس عبر ربوع الوطن إن شاء الله، وسندعوكم مستقبلا عندما يأتي الوقت المناسب للإطلاع على ما بداخل هذه الأقسام لأنها ستجهز بتجهيزات حديثة، تجهيزات تحسن الأداء التربوي البيداغوجي والتعليمي لأساتذتنا وكذلك تحسن المردود الدراسي والتعليمي لأبنائنا وتخفف عليهم الأعباء البسيكولوجية والمادية والجسدية، بحيث من بين الاستعمالات الكثيرة لهذه الأقسام هناك بعد هام جدا وهو تخفيف المحفظة بالنسبة لأبنائنا في الطور الابتدائي. وهذا المشروع بطبيعة الحال في منشأه وفي بدايته سيتم تعميمه تدريجيا على المدارس الابتدائية على أن ينتقل إلى المراحل التعليمية الأخرى. مرة أخرى أشكر سيد الوزير وسيد المدير العام على هذه الالتفاتة وهذا الدعم الهام الذي نثمنه، ونسعى إلى المزيد من الدعم من كل جهة تريد دعم ومساعدة المدرسة في الارتقاء بمستوى أبنائها، مستوى الدراسي لأبنائها والمستوى الأداء المهني لموظفيها وأساتذتنا الذين أحييهم بهذه المناسبة، وأتمنى لهم عودة موفقة لأماكن العمل، وكذلك أتمنى من الله عز وجل عودة موفقة لأبنائنا يوم 21 من الشهر الجاري. وشكرا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. صحيح صحيح. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا. أو أكثر من هذا واش تزيدوا، يعني عنده أعطاكم كل البيانات والمعلومة أستاذنا. بارك الله فيك.